I was very surprised when I came here 14 years ago how powerful and empowered Arab women are. باليوم الثاني والأخير لمنتدى المرأة العالمي عم تشهد المزيد من النقاشات وجلسات الحوار. هذا المنتدى من تنظيم مؤسسة دبي للمرأة عم يحضر فيه العديد من الوجوه العالمية وأصحاب الخبرات وأيضاً الخبراء والاختصاصيين وطبعاً أصحاب القصص الملهمة. بهذه الصالة هون أنا الموجودة فيها هي الصالة الرئيسية يلي عم تطرح فيها المزيد من مواضيع تحديات المرأة وسبل تمكينها ودعمها. Today I have the really the distinct honor of moderating a discussion alongside of two exceptional MPs who embody the strength of leadership within the 27% of those women MPs in the world. أما هذه الصالة فخصصت لجلسات النقاش الجانبية، ومن أبرز المواضيع اللي طرحت اليوم هو كيفية دعم المرأة بالاقتصاد المستدام وأيضاً كيفية دعمها لتستخدم التكنولوجيا بشكل إيجابي وطبعاً لصناعة الصناعات الإبداعية وتحقيق التوازن بين الجنسين. That's a misconception in the West. They think that women in the Middle East are oppressed. But actually, when I talk to Middle Eastern guys, they say we are the ones oppressed in the Middle East because women have so much power, so many rights, and are so protected. And I really, really loved it. I felt very secure and very empowered as well. دائما بالمجتمع الإماراتي بيقولوا إنه تطوير المجتمع يكمن بتمكين المرأة. يعني إذا المرأة مش مرتاحة، المجتمع كله ما راح يكون مرتاح. كوني أنتي. كوني مؤثرة، كوني قوية، لأن كل امرأة قادرة على فعل المستحيل وعلى قدرة نقطة التحول. اليوم أنا امرأة أقدر ألهمك، أنت كامرأة تقدرين تلهميني، فنحن نحتاج أن كل امرأة في هذا العالم تعمل على نقطة التحول. لا، ما في شيء مستحيل، مثل ما قال شيخنا، يعني طبعاً ما في أي مستحيل، ونحن أخذيناها حطيناها وسام علينا أن ما في شيء أي مستحيل، سواء كانت المرأة أو للرجل، فنحن كلنا سواسية. I came to Dubai, I couldn't even afford coffee. And here I am, being completely independent, doing everything I want, allowing myself to buy any gift for myself or, you know, anything I want, travel anywhere I want. And I came from a very modest means family. What I have now, I could never even dream about. يعني بتشوف المرأة الإماراتية وصلت للعالمية، فتحية لإلهم على هالجهود الحلوة، تحية لأنهم بيهتموا بكل فرد من أفراد المجتمع وخاصة المرأة. 6000 شخصية، 250 متحدث و65 دولة تواجدت اليوم وامبارح بموقع واحد، موقع منتدى المرأة العالمي، الهدف تقليص التحديات اللي ما زالت عم بتواجه المرأة، فبالنهاية ازدهار المجتمع بينعكس بازدهار قلب ونبض المجتمع المرأة. من موقعي النهار والنهار العربي، رنا ريشايد. من المرأة اللبنانية للمرأة الإماراتية شكراً، مع كل حب، ونحن بنفتخر فيهم كمان، مثل ما هن دايماً بيقولوا لي بالإماراتي، أنتوا أهلنا، نحن بنحبكم قد الدنيا.